استاذ محمد مهدي، السلام عليكم. يا ريس ازيك يا حماده، عامل ايه؟ الحمد لله يا ريس. نبدا بايه معاك؟ عايز اتحاد الكوره ولا الاتحاد الافريقي ولا ملف قناه نادي الزمالك؟ كما تحب يا محمد. الو، كما تحب تبدا من هنا، ملف الزمالك ولا قناه الزمالك؟ تبدا بملف قناه نادي الزمالك ولا قناه الاتحاد؟ الزمالك. اولا برحب بحضرتك وبرحب بكل الساده المشاهدين الكرام. اتفضل. موعدنا اليومي طبعا قناه الزمالك ملف مهم، وكنا فتحنا القضيه من اولها لاخرها. تمام. فهنخلي الاخر بس عندنا النقطه المهمه بتاعه الكاف والفضيحه اللي حصلت النهارده في الاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم، وما فعله رئيس نادي الزمالك مصطفى منصور وقناه نادي الزمالك من يعني حرمان الكبرين الاهلي والزمالك من مباراه. حضرتك عارف ان نصف النهائي كانت مباراه الزمالك هتتلعب بره مصر ومباراه الاياب هتتلعب في مصر. تمام. فما فعله مرتضى منصور منه طول الوقت بيضغط على حته انه اللاعب حاليا دلوقتي انتحار وفي ظهور حالات كورونا في مصر، وانه خايفين نلعب بالدوري الممتاز، وحتى رفضوا حتى الان لاجراء المسحه رغم ظهور اخبار اليوم بان نادي الزمالك وافق على اجراء المسحه، وفي اتصالات مع اتحاد الكره لتحديد الموعد لاجراء المسحه. وكالعاده يعني بيرجع رئيس نادي الزمالك في كلامه، بيطلع وينزل على ما فيش. ده استغله الاتحاد المغربي لكره القدم عبر الرئيس فوزي لقجع، انه طول الوقت بيحاول يوجه ضربات للرياضه المصريه، بيحاول يقف مع الانديه المغربيه في ملف كرة القدم. عنده أربع فرق مشاركين في سواء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الوداد المغربي والرجاء البيضاوي المغربي، وعنده فرقين مشاركين في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهما حسنية أغادير ونهضة بركان. فيهموا بشكل كبير إن المغرب تحتضن نصف النهائي أو النهائي، لأنه عشان حتى يضمن بشكل كبير البطولة على أرضه وجود جماهير، إذا كان في وجود جماهيرهم بالتالي مما يمنح فرصة كبيرة للفرق المغربية بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. طبعا ساعده في ده رئيس نادي الزمالك بتصريحاته طول الوقت على إنه لعب الكرة حاليا انتحار، وإنه خايف على اللعيبة، وخايف إن اللعيبة تنزل التدريبات، خايف إن اللعيبة تجري المسحة، خايف إن اللعيبة تكمل الدوري الممتاز. بالإضافة إلى ما تبث قناة نادي الزمالك ليل نهار عن الخوف والرعب من جائحة كورونا، وإنه ده بتأثر على اللاعبين واللاعيبة هتموت. وطول الوقت كابتن طارق يحيى يعني بيجيب من عرش، يعني الوحيد اللي منفرد في العالم بأخبار إصابات كورونا، كل يوم لازم يطلع يقول اثنين ثلاثة عندهم من نجوم كرة القدم عندهم كورونا، وفي نبض اللحظة بيطلع بيانات رسمية من هذه الأندية بإنه النتيجة سلبية ومفيش كورونا. معرفش كابتن طارق هل هو مثلا بيخترع الإصابات دي من ناحية، ولا هو شايف اللي احنا مش شايفينه، ولا هو دكتور يعني فكشف على اللعيبة عارف إن هو عندهم كورونا واللعيبة ذات نفسها مش عارفة كورونا، وإن المسحة بتثبت إن هم سلبي، وبرغم الوقت هو بيأكد إن ده إيجابي. فكل الشائعات اللي حصلت دي وكل الضغط اللي بيعمله سواء مقدمي برامج نادي الزمالك أو الضيوف في قناة نادي الزمالك أو ما يقوله رئيس نادي الزمالك طبعا تم ترجمته الى مسؤول الكاف عن طريق الاتحاد المغربي، لانهم ياخدوا بونت ولا ياخدوا لقطه عند الاتحاد الافريقي ويقولوا ان مصر غير مستقره حاليا لاستضافه نصف نهائي دوري ابطال افريقيا او نصف نهائي الكونفدراليه. وبالتالي النهارده في قرارات الاتحاد الافريقي المغرب تثبت يعني ما اقول لحضرتك مكسب عظيم، على الاقل ضمنت ان هي عندها نصف نهائي ونهائي الكونفدراليه هيتلعب على المغرب، وده بشكل كبير بيدي اريحيه وبيدي فرصه كبيره للفريقين المغربيين سواء حسنيه اغادير او نهضه بركان انه حد فيهم يتوج بالكونفدراليه الافريقيه على حساب النادي المصري بيراميدز حظوظه ضعفت يعني قليلا، انه هيلعب النهائي في المغرب امام فريق مغربي، وبالتالي فرصه في الفوز ببطوله الكونفدراليه اعتقد هتقل عن الفريق المغربي. ده انتصار للمغرب على مصر في الرياضه بسبب ما يفعله رئيس نادي الزمالك وبسبب ما يقوله وبسبب اشاعات قناه نادي الزمالك. على الناحيه الثانيه النادي الاهلي خسر ان هو هيلعب ماتش العوده في نصف النهائي افريقيا في ارض مصر، والزمالك نفس القصه هيتلعب ماتش واحد خلاص ما فيش ذهاب وعوده، الماتشين هيتلعبوا في الكاميرون نصف النهائي سواء الاهلي والوداد او الزمالك والرجاء يوم 5 سبتمبر الاهلي والوداد، ويوم 6 سبتمبر الزمالك والرجاء، والنهائي ايضا هيكون في الكاميرون، ونصف النهائي الكونفدراليه هيبقى حسنيه اغادير ونهضه بركان في المغرب، وايضا بيراميدز وفريق النصر في المغرب، والنهائي ايضا سيكون في المغرب. فيعني عايزين نقول انه يا جماعه اللي بتعملوه في قناه الزمالك شوف وصلنا لايه، انه مصر خسرت مكان مهم، خسرت بطولة كبيرة زي الكونفدرالية. يعني أتمنى إن شاء الله إنه بيراميدز يتوج بالبطولة باعتباره نادي مصري.
ولكن الامور صعبه انك تلعب النهائي في المغرب امام فريق مغربي، الوضع مختلف، الحكام ذات نفسها اكيد هتتضامن مع صاحب البلد، خصوصا انه نهضه بركان كان ليه قصه مع نادي الزمالك النسخه الماضيه من الكونفدراليه، وكان النهائي في استاد برج العرب، وحصل لغط كتير في بخصوص المباراه، حتى ان الاتحاد المغربي تقدم بشكاوى بعد انتهاء المباراه وتتويج الزمالك بالكونفدراليه، ولكن الاتحاد الافريقي لم يبت في الامر حتى الان، فاكيد اللي بيحصل ده بيدي فرص كبيره للفريق المغربي انه يتوج ببطوله الكونفدراليه على حساب بيراميدز، اذا وصل بيراميدز الى المباراه النهائيه، واعتقد ان هو بسهوله يقدر يوصل، ان كوريا كوناكري الغيني يعني مش بالمستوى المطلوب، فما فعله يعني قناه نادي الزمالك بنقول لكم يا جماعه اللي انتوا عملتوه، اللي انتوا ليكم شهرين بتشيعوه من شائعات مغرضه، من اخبار مغلوطه، من اصابات بفيروس كورونا في بين انديه الدوري الممتاز وبتطلع غير حقيقيه، ده اثر على بطوله مهمه زي الكونفدراليه كان ممكن يتوج بها نادي بيراميدز، ايضا اثر على استضافه مصر لنصف النهائي الكونفدراليه او دور الابطال، وده كان هيبقى فايده كبيره للكره المصريه، عندك اهلي وعندك زمالك نقدر نستغل ملعبنا فيه، ان الفريقين يوصلوا النهائي، يبقى النهائي مصري خاص، ونضمن ان احنا عندنا فريق مصري سيتوج بدوري ابطال افريقيا بعد غياب فتره كبيره، احنا من 2013 منذ اخر مره توج النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا، ما شفناش دوري ابطال افريقيا مره اخرى، الزمالك وصل للنهائي وخسر بنتيجه كبيره من صن داونز، الاهلي وصل بعد منه مرتين بالنهائي وبيخسر من مره من الوداد ومره من الترجي، فاعتقد انه نتيجه اللي عمله مرتضى منصور، نتيجه تصريحاته غير المسؤوله، نتيجه مداخلاته طول الوقت عن وجود انتشار كبير لفيروس كورونا في مصر، عن خوفه على اللاعبين، خوفه على انطلاق مسابقه الدوري الممتاز، ونتيجه ما تبص قناه الزمالك من شائعات مغرضه اثر في مش في نادي الزمالك بس، لا اثر في مسيره النادي الاهلي في افريقيا، واثر اصلا في مسيره نادي بيراميدز في افريقيا، نتمنى انه الفرق المصريه تقدم مستويات مميزه في نصف نهائي دوري الابطال ونصف نهائي الكونفدراليه، ونقدر ان احنا نشوف ان شاء الله باذن الله عندنا الاهلي والزمالك يقدروا يوصلوا للنهائي، ورغم ان الامور صعبه يعني مش زي الاول، ونتمنى ايضا انه بيراميدز يكون منافس قوي على تتويج بيه الكونفدراليه، واحنا كنا انفردنا مع حضرتك النصر امبارح ومع مشاهدينا بالسيناريو اللي كان بيجهزه الفوزي لقجع بانه استغلال تصريحات مرتضى منصور وتصريحات مسؤولي نادي الزمالك وقناه نادي الزمالك في التقدم في ملف الاتحاد الافريقي انه المغرب تستضيف الدوره المجمعه زي ما قلنا مع حضرتك امبارح، ولكن طبعا بتدخلات بعض الشخصيات المصريه نجحوا ان هم ما يحولوش دوري الابطال لان هي البطوله الاهم من الكونفدراليه، ويتلعب نصف النهائي والنهائي في الكاميرون بدل من ان تلعب في المغرب، اذا نجح المغرب في اقناع الكاف باستضافه الدوري المجمع لنصف النهائي والنهائي لدوري الابطال كانت هتبقى ضربه كبيره جدا جدا للفرق المصريه، ولكن بالجهود اللي حصلت نجحوا ان هم المغرب تاخد البطوله الكونفدراليه وهي الاقل اهميه صح. من دوري الابطال، ويكون دوري الابطال بيتلعب في الكاميرون. طيب خليني قبل ما اروح للملف الثاني بس عندي تعليق هنا، اولا عايز احيي المهندس هاني ابو ريده لانه بذل جهد كبير جدا ولازم يشكر من الاهلاويه ومن الزملكاويه، لان طبعا المخطط اتعامل بحكمه من الاخوه المغاربه الجامعه المغربيه، وانا تواصلت مع رئيس الجامعه النهارده ووعدني بمداخله تليفونيه غدا او بعد غد، الاخوه في الجامعه المغربيه او الاتحاد المغربي لكره القدم اعدوا ملف مكون من أعدوا ملف مكون من جزئين، الجزء الأول استضافتهم للكونفدرالية لأنهم هم ومصر بس اللي تقدموا بملفات وهم اللي كانوا جادين، فجابوا يعني مش عايز أقول لكم مقاطع لساعات، كان آخرها تصريح المشرف العام على الكورة في الزمالك إن اللعب الكورة في مصر انتحار، مكالمات السيد رئيس نادي الزمالك، المحللين على قناة نادي الزمالك، المذيعين على قناة نادي الزمالك، جابوا مقتطفات من مكالمة شيكابالا، من حوار أوباما، بيان حازم إمام، كله ده أثبتوا من خلاله إن مصر ما ينفعك تستضيف دورة مجمعة للكونفدرالية وخطر إن يكون فيها كورة، وادي الدليل قناة الزمالك، وعرفوا يقنعوا المكتب التنفيذي ده وليهم من علاقات، وكانوا ميتين عايزين ياخدوا دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، او ياخدوا دوري ابطال افريقيا وان فشلوا ياخدوا الكونفدراليه، لكن كل تركيزهم كان على دوري الابطال. المهندس هانا بوريدا بعلاقاته تدخل بحسم، وكان في من الاسرار بقول لكم كان في طلبين، طلب من ابو ظبي، اماره ابو ظبي بما انها في اسيا وخليجيه
قالت نعمل الفكرة لأول مرة، وعرضت مبالغ مالية كبيرة من سبونسرات ومعلنين لاستضافة الدور قبل النهائي والنهائي في أبو ظبي وكانت الكاميرون. فنزولا على رغبة الإخوة في الاتحاد الإفريقي وإن هيبقى في محاباة لمصر عندها فريقين وأبو ظبي فهيبقى ليها الأغلبية، قال لك لازم نشوف مكان محايد لا مع المغاربة ولا مع المصريين. فطبعا الإخوة المغاربة حاربوا عشان ما يبقاش في أبو ظبي، والإخوة المصريين حاربوا عشان ما يبقاش في مغرب. ولما أقول الإخوة المغاربة عارف بقول مين، ولما أقول مصر يعني هنا بوريدة. فوصلوا إلى الكاميرون كحل نهائي، وكان في نية لدى أحمد أحمد بتأجيل القرار بتاع المكان لما بعد، ولكن صمموا إنهم يحسموا الأمر النهاردة. فعشان كده تم اختيار المغرب للكونفدرالية، وتم اختيار الكاميرون لدور الأبطال. وبناء عليها الأهلي خسر مباراة العودة في ملعبه، والزمالك خسر مباراة العودة في ملعبه. وده سببه ايه؟ سببه اللي احنا كايفينه من فضايح وجرس. كل يوم ما في دوري، لعب الدوري انتهار. اللي بتعملوه اقول لكم على سر، في واحد قال لي، وعلى فكرة ليبي الجنسية، ليبي الجنسية وعضو في المكتب التنفيذي، قال لي احنا سمعنا رؤساء أندية بيقولوا من الرابع المستحيلات انه يتلعب كرة في مصر. طبعا يقصدوا رؤساء انديه الدرجه الثالثه اللي تم استضافتهم على قناه الزمالك. وحذرت، قال لك بتكره الزمالك، اهو الزمالك بيدفع الثمن. الزمالك كان هيلعب العوده يا ناس يا زملكاويه هنا. الزمالك مستفيد قبل الاهلي. اتهرم الزمالك قبل الاهلي. والاثنين اتهرموا منهم يلعبوا العوده اللي احنا لينا سنين. لا الاهلي لعب العوده في القاهره قبل النهائي، ولا الزمالك لعب العوده هنا قبل النهائي. قاعدين نهاتي سوقنا راح، قاعدين تعيبوا على سوقنا، وقعوره وبيكره الزمالك وبيحب مش عارف مين. اهو قدامك الملف النهارده، وانا هستضيف لك رئيس الاتحاد المغربي خلال ساعات بكره او بعده. الراجل قال لي هرتب مع حضرتك غدا، لانه النهارده كان في اجتماعات. هنهنيه، لكن لا يعنينا الكونفدراليه. بيراميدز كده كده مرتضى منصور بيقول ده نادي اماراتي مش مصري، يعني الراجل كارهه، واحنا تحت امر الراجل رئيس نادي الزمالك. اللي يحبه نحبه واللي يكرهه نكرهه. ادي الاستاذ محمد مهدي بيقول لكم كواليس، يعني لا تتخيلوا اللي حصل جوه الغرف المغلقه. فعلشان كده النهارده لازم احيي المهندس هنا بوريده جدا، لان كانت هتبقى طامه كبرى لو كان المباريات دوري الابطال كمان في المغرب وخدنا احنا الكونفدراليه عشان يرضونا بيها. انا شايف ان ده حل وسط، ولكن هكذا يسمع الاعلام. نفس الوضع بتاع جرياسيون لو تفتكروا. جرياسيون بيحاولوا يثبتوا ان مصر امنه ولازم نلعب، وكان وقتها رئيس نادي الزمالك بيقول الامن بيقول مستحيل ان احنا نلعب، وده قرار امني. لدرجه ان بتوع جرياسيون بعتوا للكاف ان في اليوم اللي قال مرتضى مستحيل ان احنا نلعب كان في 5 مباريات دوري. كيف كانوا كاتبين كده؟ كيف لبلد تؤمن 5 مباريات ولا تستطيع ان تؤمن مباراه؟ تخيل، لانه لو ليه اللي عاقبه في المره بتاع الجرياسيون ما كانش عمل اللي عمله ده واحنا بندفع النتيجه. اروح لفايلر عشان ما اطولش على محمد. فايلر لما جدد اول تصريحاته هو ومراته آليه، قرار عوده النشاط هو الذي انهى ملف التعاقد مع فايلر، لان الراجل قال لك اوروبا كلها نظرت بعين الاحترام لمصر ان فيها عوده للحياه مش كوره كسياحه وطيران. انت تعرف النهارده كل قنوات العالم بكل اللغات عاملين تقرير مع وزير الطيران ورئيس مجلس اداره الشركه القابضه المصري للطيران، باعتبار ان مصر من اوائل دول العالم اللي هتبدا باكر 1 يوليا تطير من على أرضها طيارات ولمدن العالم من أوائل الدول. عشان كده كانوا بيستضيفوا الوزير ورئيس الشركة القابضة المصري للطيران. الأسطول مستعد إزاي؟ معقمين الدنيا إزاي؟ هتتعاملوا مع الركاب إزاي؟ هيقعدوا في الطيارات إزاي؟ هي دي مصر. إحنا مش ضد زمالك والله. طب السياحة؟ أدي شفت الرئيس امبارح بيفتتح متحف البارون، النهاردة كان عليه زحمة بشكل رهيب لدرجة إن المجلس الأعلى للآثار قرر إنه يمد 2 ساعة بدل من 9 ل 4 يبقى من 9 ل 6 استثناء لمدة أسبوع للزوار. عودة حياة، والله العظيم ما بنكره حد،
والله العظيم الاهلي خسر مباراه العوده والزمالك خسر مباراه العوده، اقسم بالله الزمالك خسر مش الاهلي بس يا عمي، والله الزمالك خسر. كان هيلعب هنا يا جماعه، ليه كده اللي احنا فيه؟ ليه الطبل والزمر اللي شغال ضد البلد ده وصناعه الخبر الكاذب؟ لما قلنا لكم صناعه الخبر الكاذب الناس قالت يا راجل ايه، وقال لك تدخل صناعه خبر كاذب، روح اتفرج على تاريخ الاهلي في الانسحابات. هو كان في الاهلي في كورونا ولا وباء قبل كده انسحب منها؟ ايا كانت الحالات انا ضد الانسحابات ايا كانت اهلي او زمالك. انا مع الزمالك زي مع الاهلي في افريقيا. فتحيه لهنا ابو ردع كان جماهير الاهلي ظلماه، وبحيي محمد اللي كشف وقال لولا الجهود المصريه، مش انا اللي قلت، انا لسه مهاجم هنا ابو ردع اول امبارح. شوف محمد مهدي ده قال ايه دلوقتي، قال لك جهود مصريه انقذت ما يمكن انقاذه في هذا الملف، والراجل محدش سمع له صوت. لكن المغرضين والفشله ممكن يحطوا هاني ابو ريده في اي جمله مفيده للخراب عشان يوقعوا بينه وما بين الاهلي. وهاني ابو ريده كلام في ودنك، كان يتمنى ان ابو ظبي تعمل التجربه بتاعتها، وكان المبلغ اللي حطه ابو ظبي مبلغ كبير، ولكن المغاربة ومعاهم ناس تانية مش عايز اقول لك. لكن احنا الحمد لله بنشكر من عضو ليبيا، خلي بالك بنشكر ليبيا وبنشكر موريتانيا، انا بقول لك بالاسم اهو، لان هانا بوريدا قدر ان هو يعمل لوبي محترم جدا 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 ينقذ منه ما يمكن انقاذه. ودينا بنتكلم بالدفع عن الزمالك، وتلاقي سافل ابن سافل داخل يشتمك. ما هو سافل ابن سافل لاني واخد من السافل قدوه ليه، وما هو خلاص زي ما قال حسن مصطفى، ناس اتخذت البلطجه والصوت العالي اسلوب للحياه.